تعرفي ندى، انت لازمك تسلايه غيري. وشو هاي التسلايه بقى؟ لازمك تتجوزي. اعوذ بالله، لك شو عم تحكي انت يا امان؟ انا اتجوز؟ اعوذ بالله، اساسا هي الفكره مرفوضه بالنسبه لي. شغلتك لا عيب ولا حرام يا ندى، وياما في نسوان تجوزوا من بعد ما ماتوا رجالهم. ولا ناوية تضلي قاعدة هيك وحدانية وما في عندك مين تتونسي فيه؟ لا أعوذ بالله، هل أنا أتجوز أهل؟ لا غلط يا ندى، غلط ما تتجوزي. مو غلط أمل، صدقيني إنه مو غلط. فكري منيح بكلامي وقولي الله يبعث لي الرجال المقدر اللي يعوضني عن جوزي ويكون أحسن منه أخلاقه معاملة معك. وينه هذا الرجال اللي عم تحكي عنه؟ أوعك تقليلي إنه هشام أخوه لصباح. لا لك في رجال على قفا مين يشيل، وألف واحد بيتمنى يتجوزك وفوقها بوسة إيد كمان. إف إف حنان، فيني أطلب منك طلب؟ شو بكي؟ إهلكتيني. تفضل. ما بطيقك بس ما شو بدك؟ اسمعي لك انا بلا غلاظه، اول شيء ايميل لابتوب لانه هلكتيني. ممتاز. ثاني شيء فيني اقول لك شغله تساعديني فيها كثير ضروريه؟ بتقولي لامك ما عاد تجيب سيره خالك قدام الماما لانه مستحيل خليها تتزوج ولا بشكل من الاشكال. هلا انت ليش بايخه؟ خالي كثير ظريف. يا علينا، ظريف وحباب وما في منه على عيني وعلى راسي، بس لا خالك ولا غيره ممنوع ماما تتزوج، ممنوع بعد البابا. حاول يعني، جاهد. عن جد انك غليظه. بدي انا عن رح تعرفي بمصلحة مرت عمك أكتر منا؟ يا أمي والله حرام. حرام؟
حرام اذا لقت مين يستر عليها ويتجوزها. يا امي المره مالها صغيره وهي ادرى بمصلحتها. لا يا ستي ما بتعرف مصلحتها، لانه لو بتعرف مصلحتها كانت وافقت على خالك هشام. شو ناقصه؟ رجال مقتدر ورعيده بالحلال، ما بعرف شو عاجبه فيها، لو شايفه حاله عليه كمان. بعدين بكفي انه عندها بنت صبيه، اصلا هو بصح له وحده اصغر منها واحلى منها، بس يا حرام قلبه شو مشرشح. ليكك انت قلتيها عندها بنت صبيه بطولها، معقول تتزوج لك امي؟ بعدين دخلك قليلي، بس ما ناقصها حدا يتحكم فيها على الطالع والنازل. ودخلك انت مين وكلك محامي دفاع عن مرت عمك وبنت عمك؟ امي مرت عمي ما بدها تتزوج، اتركوها بحالها. ومين عم يحكي هالحكي، هي ولا بنتها؟ امي ايه بنتها، بس ما قالت لي انه ما رح ترضى تخليها تتزوج حدا بعد ابوها. اذا بنتها بعدين بترضى. كيف بدها ترضى؟ فهميني، اذا البنت بتمها قالت لي انه ما رح تخليها الزواج يتم لو بدها تعمل العمايل. ايه دخيلك هي شو فهمها؟ بعدين بكره مرت عمك بس تتجوز بنتها وتلاقي حالها لحالها رح تندم كثير. أنا كنت غلطانة كتير وقت وافقت أركب معك بالسيارة. حسيت حالي وحدة كتير كذابة لما سألتني ماما ليش تأخرتي على البيت. يا بسمة، أنا خليتك تكذبي على أمك وعلى كل العالم كرمال شغلة واحدة بس، كرمال أنك تتقربي مني، أنك تعرفيني. لك صدقيني بحبك يا بنت. بس أنا لسه ما بعرفك على حقيقتك، لأنه ماما قالت لي إنه أنت طلبت وحدة وأهلها ما وافقوا لأنه حالتك تعبانة. إيه أنا سألتها لماما وهي هيك قالت لي. إيه حبيبتي مزبوط حكي أمك 100%. لك لا لا حبيبتي لا، البنت خلص يعني طلعت من حياتي، تزوجت ويمكن صار عندها أولاد. طيب بسمة خدي الوقت اللي بدك إياه مشان تدرسيني على مهلك. عارفيني منيح يا أخي، ما في أي مشكلة. لا لا تيجي بكرة على المدرسة، بعدين بشوفك. خلينا هلأ عم نحكي تلفونات. مو أنت يلي قلت لي أنا بدي أتعرف عليك مشان أعرفك كتير منيح. لك رح شوفك رح شوفك، بس مو هلأ. يا بسمة أنت شلون بدك تعرفي علي يعني إذا بدك تضلي عم تحاكيني على التليفون؟ يا حبيبتي ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال، لازم التقى أنا وياكي وخدي وقتك الكامل لأنك تعرفي فيه علي. لا 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 بعد المدرسة لا، بتروحي على البيت بتتغدي وبس تخلصي منروح منقعد بشي مطعم أو بشي قهوة، منقعد على راحتنا وما حدا بشوفك بلبس المدرسة معي. طيب طيب يلا يلا باي. كان هيك كنت حب واحدة غين الدوش. براو ولك انتي بعمالك هي عم تخربي على ابنك نبيل. ليش شو دخل هي بهي؟ لانه هن التنتين رح يكرهوكي ويكرهوني ويكرهوا نبيل، بس ما رح ترفض تتزوجوا. مرحبا يا مدام. اهلا سيد هشام، خير؟ الله يجعلك بخير. جاي عاوزك بموضوع، بس شايفك كانك طالعه مو هيك؟ ما مشكله تفضل احكي، عم بسمعك. من هون من على الباب يا مدام؟ يعني يا ريت بقدر اقول لك تفضل سيد هشام، بس بنتي مو هون، لسه ما رجعت من المدرسه وانا لحالي، وفهمك كفايه. فهمت عليكي. تفضل قل لي شو بتحب تحكي. يلي بدي اقول لك يا ما بينحكى على العجله وقدام الباب. اللي بدك اياه مني سيد هشام، اختك تعرف جوابي. انا جاي اوضح لك شيء ما حدا قال لك اياه، ولازم نحسمها بيناتنا هلا. وشلون بتأمر نحسمها يعني؟ انا رايح على الكافتيريا اللي باول الشارع، وبعد 10 دقائق الحقيني، مو من شان شيء، مشان ما حدا يشوفنا مع بعض، لانه سمعتك كثير بتهمني يا مدام. إيه بس أنا مالي فاضية هلأ سيد هشام، يعني يا ريت تشرفني بوقت تكون في بنتي موجودة. ماشي، أنا كتير بتشكرك، كتير بتشكرك يا مدام. أهلين سيد هشام، أهلا وسهلا. أهلين شرفت.
لوتك. ويلك يا سيدي يا منبع. هلا وقتك انت الثاني تقتل خطاك. عدت لحمة هالمخلوقة شو شايفة حالة ونفسيتها حامضة، وانت الثاني فوت بإيدك هدية يمكن كانت استقبلتك. ما فوتتني لعندها، قال بنتها بالمدرسة وياي لحالها بالبيت وحاكتني من ورا الباب. وكمان رايح قبل الظهر. لك شبنا شبنا، الواحد هيك زيارات بيروحها بعد الظهر. مزبوط، يمكن أنا غلطت بالتوقيت ورحت بوقت غير مناسب. لك أخ منك شو غشيم، كنت تسألني شبك. خلاص أختي فهمنا، قلت لك أنا غلطان. عم دقلك دقلك وخطك مقفول، شو قصتك يا عمين؟ شو؟ نسيان تشحن البطارية؟ شو العذر هاد يعني؟ شلون بتنسى تشحن الموبايل؟ جاي لعندك. يلا باي. ماما؟ شو بكي؟ ليش راجعة من مدرستك بكي؟ لا ما في شيء، بس كان بطني كثير عم يوجعني اليوم. وشو عم يجعي؟ ما بعرف، يمكن اخذها. طيب ما تفوتي لك، روحي تسطحي بتختك وخذي لك حبه، لبين ما ارجع انا ما رح طول. روحي قوم. ليش وين رايحة؟ وين رايحة؟ رايحة مشوار صغير وبرجع ما بطول. اعمل لك شيء قبل ما اروح. لا انتبهي على حالك. أحسن أتأخر لأنه بس ما مرضاني. إن شاء الله مع البشر المعفاة. أنا وافقت نتجوز.
شلون؟ يتجوز بالسر بس ما بدي حدا يعرف. اها قصدك زواج سري. لا يا حبيبتي، انا ما بتزوج الا علني وقدام كل الناس. ما بدي بس ما تزعل مني لان ما لها موافقه اتزوج بعد ابوها. وانا مالي موافق اني اتزوج زواج سري، انا بدي اتزوج على عين كل العالم. ليش شو فرقت معك؟ ما هي انا وياك عم نقعد مع بعض نصلنا 3 سنين وبالسر. ايه معلش يا ندى، وهلا خلينا هيك على حالنا احسن. شايفتك غيرت رايك. وبشو غيرت رايي؟ مو انت اللي كنت قاتل حالك على انه نتجوز؟ شايفتك هلا رافض الفكره من اساسها. لا تحرفي لي حكي، انا ما هيك قصدت. انا بدي نتزوج هلا وبعدين وكل العمر، بس مو بالسر، علني قدام كل الناس. طيب شو ساوي بنتي؟ اكيد ما راح توافق اني اتجوز بعد ابوها. حبيبتي انت لاقي طريقه حاولي تقنعيها، قنعيها باسلوبك. حاولت اقنعها، عملت خناقه مع بنت عمها لانه هشام بده يعني. ومين هذا البطيخ هشام؟ اخوها لسلفتي مرت سعيد صباح. هذا نفسه اللي عنده محل ألبسة النسائية؟ مش بعرفه؟ ايه بعرفه، ما انا كنت بدي اشتري محله. بدك تشتري المحل تبعه؟ ايه، واليوم كان موعدنا وكان لازم اليوم نوقع العقد. بلا هيامة، شوف لك محل غير محله. وليش بقى حبيبتي؟ ما بدنا نشاكله، الله يخليك ما بدنا نقرب عليه، ولا بدي سلفتي صباح تتدخل فيني، لا هي ولا جوزها. بس حبيبتي المحل لقطة، لقطة ورخيص. خلصنا بقى يا عمي، ناقصك مصاري أنا بعطيك، بس ما بدنا نقرب على محل هيشة. طيب خلص، تكرم عيونك، ما رح نقرب عليه. هلأ خلينا نرجع لموضوعنا. فكر باللي قلت لك إياه، وخلينا نتجوز بالسر، مشان نضل أنا وياك. فكر. ماشي. يلا، خاطرك. مع السلامة. دير بالك على حالك. ايه بس ما طمنيني شو صار؟ ايه طبعا مش الحال. جيت وقلت لمامي انه انا اخذت اذن من المدرسه لانه بطني عم يوجعني كثير. ميرسي كتير إنك خايف علي. حبيبتي أنا مو بس شاغل بالي فيك، وقلبي وعقلي وروحي، أنا بخاف عليك أكثر ما خاف على حالي. ديري بالك على حالك حبيبتي. باي باي. Thank you.
تحضر اول حصه فورا نزلت على الاداره اخذت اذنه وراحت. معناتها صاير معها شيء مشان هيك الاول بعدين بنروح. الله يوفقك حتى الغدا بسرعه خلينا نروح. اي يلا روحي غيري اوعيكي امه. رح حاكي بابا يروح معنا. حاكي ابوكي. انت فاشل وبحياتك ما حتصير بني ادم. اليوم هاي شغله ما رح انساله اياها بنوب. لك عيب عليه. شلون بيجي لحاله لعندها؟ ايه مرت اخوك مالها صغيره، بعدين هو من عمره شو عليه اذا قعدوا مع بعض وتفاهموا يعني؟ كمان عم تبرري لاخوك وتدافع عنه؟ على شو؟ الاصول هيك بتقول؟ مره وحدانيه عايشه ببيتها هي وبنتها بدق الباب فوت لحاله؟ وانا ما قصرت فيه ابو نبيل. وشو قلتي له؟ فهمته انه عيب عليه يجي لعند الناس بهيك وقت وما في حدا غيري بالبيت، واصلا عيب عليه يجي لحاله وبدون موعد مسبق. بس ما يكون زعل منك يعني. واخر همي يزعل. لكن هي جايه بيجيها ولا متقصد قصدا انه يجي لعندي بهيك وقت هو بيعرف اني قاعده لحالي؟ بس هو يا ندى رايدك وبده يتجوزك بالحلال. اذا بتريدي صباح موضوع الزواج لا بقى حدا يفتح لي، لانه انا ما بدي اتزوج. اخي من شو بيشكي؟ لا عنده عله ولا عيبه، ومن شغله للبيت ومن بيته لشغله، وبعدين فوق كل هاد لهلا ما تجوز. ما زال ما تجوز لهلا، ليش بده يعني انا بالذات يروح يتجوز لوحده صغيره؟ على القليله بتلحق تجيب له كم ولد على اخر عمره. حاكم انا ما بقى اجيب اولاد. اه يا بطني يا ربي لساته عم يوجعك كتير كتير يا حنان. رحتي دغري على البيت ولا عملتي شيء؟ شو قصدك؟ لما طلعتي من المدرسة لوين رحتي؟ لك لوين بدي روح يعني؟ مع الدكتور مشان تشوفي شو هذا الوجع اللي صاير معك. لا ما رحت لعند الدكتور مشان يشوف شو وجعي. جيت فورا على البيت وماما عطتني دواء ونمت ساعتين وفقت ما أحلاني، يعني مو ما أحلاني ماشي حالي بس أحسن من الأول. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك تقبريني. الله يسلمك. دخلك؟ ما عم يجي لعندكم هذا قرايبكم يامن؟ لا ما عم يجي لعنا قرايبنا يامن. ولا عم يتصل فيكم؟ كمان ما عم يتصل، ما بعرف شو بو يعني، يمكن مشغول او مسافر، ما سألته اصلا. لوين مسافر؟ شو بعرفني انا؟ بعدين انت ليش عم تسألي كل هاي الاسئلة؟ مو مشان شي، بس صلك زمان ما حكيتي لي عنه، قلت لحالي لأسأل شو القصة. هلا شو بدنا في حنان؟ اللي بيجي اهلا وسهلا واللي بيروح الله معه. ايه قولتك، شو بدنا فيه؟ ما حد شربيني شيء قبل ما اروح؟ يبعت لي حمى. نسيت اقول لك شو بتشربي؟ نسكافيه مثل العاده. ماشي اعطيني هيك. اوه اوه يا بطني شعلي كثير. مين هاي فدوى؟
هلا انا اهم شيء عندي انه بسمه تاخذ شهادتها وبعلامات عاليه كمان حبيبتي مشان تدخل الفرع اللي بالجامعه اللي هي بدها اياه. قومي 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 قومي، شايفتيني ضعفانة؟ ما فيكي شيء مثل القلة. كم مرة ما قلتي تروحي تساوي؟ كم مرة قلت لك بلا سكر؟ وشو مشان المعمل؟ إمتى ناوية تفتحي وتشغلي؟ والله يا صباح أنا فعلا هلا عم بفكر إني أرجع أفتح المعمل. يلا شو مستنية؟ أنا قررت إني أفتح المعمل ورجع العمال لشغلهم. بس بصراحة أنا محتارة كتير. والله أخي ما كان يعتمد على حدا منه، كان يعتمد على حاله، يعني كان هو المدير العام لكل شيء بيشتغله. طيب شو بدي ساوي؟ أنا بدي الشغل يرجع لأنه بحاجة إنه المعمل يرجع مثل ما كان. إذا بتحبي أنا بفتح المعمل وبدير لك إياه مثل ما كان أخي يديره بالضبط. شو رأيك صباح؟ إيه لكان، شو بدك أحسن من هيك؟ على كل حال أنا بدي أقعد أنا وياك ونتحاسب على كل شيء تركه المرحوم جوزي، وبعدين نتفق كيف بده يكون شغل المعمل. يعني انت ما بتعرفي انه انا اللي بفهم بشغل زوجك مو؟ مشان هيك رح تيجي جبتي حدا تاني؟ ليش ندى ليش؟ ليش ما بدك يعني يفوت على هذا الشغل اه؟ ليش؟ لاني ما بدي اياك تنعرف هلا عند سلفي. ايه؟ ما بدي حدا يعرفك الا لبعد ما نتجوز. يعني بفهم هلا انك خايفة. ايه خايفة؟ خايفة تنكشف علاقتنا ونبعد عن بعض. بس بهيك حالة انت رح تكشفي علاقتنا طبعا، لانه كل الموظفين بشركة زوجك بيعرفوا انه انا اللي كنت مشي له هذا الشغل، وكل الدنيا بتعرف انه انا اللي بعرف كل اسرار شغل زوجك، فما كان بدها هالحركة. وتعالي خبرك بعدين شو بدك تقولي لبنتك بس ما هي بتعرف انه انا اللي ماسك هذا الشغل، شلون بدك تبرري لها؟ يا من يا حبيبي لا تقرب على شغل جوزي. ليك بوعدك بس يخلص الشغل وحياة عينك لتكون انت المدير للمعمل وانت اللي حتكون الآمر الناهي على كل شيء بالشغل. طيب مثل ما بدك حبيبي. يا من الله يرضى عليك، لا تزعل. لك والله انا عم بشتغل كرمالك، لو تطلب روحي بعطيك اياها، بس ليك ترجع عالشغل؟ لا هلأ بدك تأجليها شوي. انت بتأمري أمر ولا يهمك، ولك انت اللي تسلم لي وتقبش قلبي. باي. روحت اخوك لبيت اخي محلوه بنوب، ما عاد بدي اياها تتكرر. خلص رح اقول له ما عاد يروح. وبتفهمي ما عاد بدي اشوفه شو عندي بالبيت هون. شو ساوي له؟ هو كان مندفع. لك هذا مو اندفاع، هي قله ادب قله حياه. يطول بالك، لا تنسى انه هو كان بده اياها بالحلال، شو ساوي له يعني؟ والله منيح اللي يفكر يتجوز بعد العمر هاد. روحوا قولي له بتبارك بنت اخي يلاقي له شي بنت صغيره تقدر تجيب له اولاد. الو
الو الو لك يلا ماما تأخرتي. بسمة يلا حبيبتي. حبيبتي سلامة قلبك تقومي وديري بالك على حالك. الله معك. لازمك مصاري ماما؟ لا تقبريني لا. اوكي يلا باي باي تقبريني. الله معك حبيبتي. الله يحميك يا رب. دق للصبوحة جرقهم. الو مرحبا صباح كيفك؟ الحمد لله منيحه مشتاقه لك. تسلمي لي صباح. يا ريت تقولي لجوزك يخلي لي اياكي خليه يمر لعندي عايزته ضروري. طيب يسلموا. طلي انت كمان. ايه اهلين حبيبتي. الله معك مع السلامه. شكرا. ايه يا مي احنا ليش جينا لهون؟ لسببين. اول سبب ما بقى بدي حدا يشوفك معي بالطريق، وثاني شيء وجهك بيتي متواضع. انا اول مره اول مره شو بسمع؟ انا اول مره بغيب عن المدرسه واول مره بفوت لبيت حدا غريب. شكرا. انا حدا غريب؟ لا لا انت مالك غريب. بس لكن انا شو؟ انت قرايبي. قرايبك بس. يامن انا حبيتك. لك وانا بموت فيكي. انا من اول يوم فتت فيه على الغرفه واجتمعت فيها فيكي ما عم بقدر انسى عيونك. انا بدي روح يامن. استني شوي استني. وين بدك تروحي هلا؟ بدي روح على المدرسه. خايفه المديره تقول لماما. شو بدك تروحي تعملي بالمدرسه هلا والطالبات كلهم صاروا شو؟ انا غلطانه اني غبت عن المدرسه. مو غلطانه انت وراح يتصلح غلطك. وشلون بده يتصلح؟ المرات الجايه لما بدي اشوفك بصير بشوفك بعد الدوام، يعني غيبه عن المدرسه ما عاد في. لا لا ما بقدر يا من. لا ابدا. وقت بتقصدي بتقدري وانا بساعدك. طيب بحاول بعد الدوام. هي بالسومة اللي أنا بدي إياها. شو بدي أقول لك ندوش؟ قولي. جوزي معه شوية مصاري وحابب يشغلهم، بقى شو رأيك تتشاركي أنت وياه بشي مشروع يكون منيح ورابح؟ يعني مشروع شو يلي بدي أتشارك فيه أنا وجوزي؟ شوفي أنت المشروع اللي بدك إياه وهو عنده استعداد يحط كل مصرياته معك. بس أمولي أنت بتعرفيني
أنا ما عندي خبرة بهدول المشاريع التجارية. طيب شو في حدا عنده شي شغلة؟ عنده مشروع بده يساوي وما بيكون معه مصاري؟ لا دخيلي، أنا هيك فوتات مفوتة بنوب. أنا شغل جوزي اللي واقف مالي عارفاني شلون بدي ديره، لأنه أنا ما عندي خبرة. بقى أنا ما بحب ورط حالي لا بمصاري ولا بمصاري جوزك، مشان ما يوم من الأيام لا سمح الله إذا فتنا بمشروع وخسرنا يقول أنت الحق عليك. طيب شو رأيك يدخل معك شريك ويحط كل مصاري معك؟ وبشو بده يشاركني؟ بالمعمل تبع جوزك. جوزي معه مصاري وبيقدر يشتري نص المعمل وهو مرتاح، ومنه هو بيستلم الإدارة وبيدير باله على شغلك وشغله. وجوزك عنده خبرة بشغل المعمل تبع جوزي؟ ايه لكان، كيف ما عنده خبرة؟ شو نسيتي انه جوزي وجوزك كانوا شركات بالمعمل ومع بعضهم سري مري؟ خليني فكر بالموضوع وبردلك خبر. كنت كل ما اطلع بعيونك حس فيهم كلام كتير. كنت دائما اسأل حالي انه هاد الشخص ليش ما بيطلع فيني وليش ما بيحكي معي؟ معتبرني بنوتة صغيرة. لك يقبروني الصغار، مين هاد اللي معتبرك صغيرة؟ هاتي لشوف. انت وماما، يعني ماما بتخبي عني كل شي بالحياة، قال شو انا لساتني صغيرة على الهم. طيب وشو الشغلات اللي حابة انت تعرفيها قوليلي؟ يعني انت وجودك بحياتنا كان سر، وفجأة بتقلي انه انت قرايبنا، وماما بتقلي انه ما بيصير حدا يعرف انك انت عم تزورنا وخصوصا عمو سعيد. يعني حبيبتي مزبوط، انا طالب منها هذا الشي لانه انا وعمك سعيد في بيناتنا شوية مشاكل. طيب بقدر اعرف ليش؟ القصة الأساسية هي قصة مصاري. عمك سعيد كان بباله انه انا عم بتقرب من ابوك مشان اخذ له كل مصاري.